أهلا بكم أستاذنا لوكسمبرغ وأبونا دانيال شمعون في هذه الحلقة التي نكرسها لصورة التكوير، وهي ظاهرة عندكم، وهي الصورة السابعة بالتسلسل التاريخي، 81 بالتسلسل العادي، وعدد آيات 29، وهي مكية حسب الأزهر. أوكي، الآية الأولى تقول: إذا الشمس كورت. كيف فسرتها؟ كيف تفهمها أستاذنا لوكسمبرغ؟ فإذا كورت، حصل هنا خطأ في النقل الكتابة، أيوة، وتشرحها لنا الآية التابعة. ممكن تقرأها؟ وإذا النجوم انكدرت. نعم، ما معنى انكدر؟ انكدرت هنا فهمت تساقطت أو انطفأت. لا، انكدرت تعني اضمحلت. هم فهموها تساقطت أو انطفأت، أو هو انكدرت يعني صارت عتمة. صحيح، اعتمت، صحيح، يعني قل نورها، انكدرت هو انكدر طبعا. ايوه، مثل المياه الكدرة، اي غير صافية، عكس الصافية، عتمت. نعم، انكدرت، ايوه. فاذا الفعل كدر موجود بالعربي، السريانية بالعربي. فاذا هنا كورت، حصل خطأ بالنقل من الدال إلى الواو، لأنه بالسريانية حرف الدال يشبه، أي شكل الدال الأساسي الرسم يشبه الواو العربية، كالواو العربية المصغرة. طيب أنت فناقلينها، الكاتب راح ناقلها كواو، أصبحت كورت. لو استبدلنا الواو بالدال نقرأ كدرت وليس كورت. اها، تغيرت لنا الموضوع. اذا لا، ما تقول غيرنا، لان القران بيشرح لنا في الايه التاليه انكدرت، يستعمل انكدر او كدر. اها، ايوه، طيب منيح. يعني انا لان انا كنت خايف، نفس الفعل، نفس لانه الفعل، فيها تكرار، يعني اللي بيشرح لنا هالقراءه الخاطئه هو القران نفسه. منيح، ممتاز، فهمنا هذا. واذا الجبال سيرت. نعم، تفهم أن تم تحريكها، تحركت. لا، إيه، طيب شو تفهمها؟ تم هدمها، هدمت. ليش؟ لأن سريانين سترت وليس سيرت. سترت بالسرياني. نعم، بالسرياني سترت أي هدمت. بالسرياني إذا هدمت، بالسرياني سترت، يعني سترت، يعني أيوة سترت. طيب يعني هناك خطأ في التنقيط من المرحلة الرابعة، خطأ في التنقيط، حلو، في التنقيط وليس في الرسم. يعني أيوة، في الآية الأولى حصل الخطأ بالرسم، وهنا بالتنقيط، أيوة، في مرحلتين مختلفتين. هناك إذن خطأ بالرسم، خطأ في الرسم، خطأ في المرحلة الثانية. أيوة، إحنا نسجل. هلا الآية الرابعة تقول: وإذا العشار عطلت. العشار، أشرح لك شو معنى عشار، كيف فهمت. هي القراءة الرسمية عطلت، لكن هناك قراءة أخرى عطلت أو عطلت، كما نرى في الهامش هذه القراءة. ملاحظة أستاذنا لوكسمبرغ، طبعة العربية للقرآن هي الوحيدة التي تعطي القراءات المختلفة. نعم، أنا لم أجد لها معنى بالسريانية، يظهر أن التعبير عربي. فإذا العشار تعطي حمل الحيوان الجمال في الشهر العاشر، أنا
ليس لي شرح آخر. أيوة عطلت فهمت بمعنى خليت بلا راع. هذا شرحهم. أيوة هذا يعني شرحهم هذا اللي أعني به. نعم أنا لا أجد شرح معقول لهذه الآية في السريانية. أيوة عطلت عطلت لأن إحنا نقول بالعربي راح عطلة. عطل مفهوم بالعربي يعني جعله غير قادر على العمل. ما هو إذا قرأت بالقراءة المختلفة أستاذنا عطلت أو عطلت ممكن تكون قريبة راح عطلة يعني راح استراحة. هو صحيح نفس المعنى صحيح لأنه الفعل نفسه له عدة معاني. أيوة عطلة نحن نقول عطلة فقط له. هل الآية الخامسة؟ الآية الخامسة وإذا الوحوش حشرت. الوحوش ممكن أن تكون سريانيا رحشة أي الرحوش عربيا لكن بمعنى الحيوانات الدواب. بس هي بالعربي وحوش مفهومة ولا أنت ضرورة حشرة أعتقد في كل القرآن. أيوة أنا حشوف لك إذا واردة في كل القرآن لأن أنا عندي هنا القاموس اللي وحش وحش هل هناك وحش جيم وحش نشوف فعلا هي المرة الوحيدة اللي مذكورة الوحوش وحش. طيب الوحش على كل حال أصلها سرياني أرامي من حباش الباء تصبح واو حواش عندنا من جهة بالعربي حوش وبقلبها بتصير الوحش الذي يفترس يعني يغذي نفسه بنفسه. أستاذنا شمعون شو رأيك؟ حواش حواش يعني أو حباش يعني معناه حبس حبس. نعم صحيح حبس أو حواش لكن حبس تعني أيضا يعني داخل. صحيح المعنى الأساسي هو حبس سوري عربيا لكن حواش وحوش نستعملها بمعنى جمع العربي باللهجات العربية. إحنا نقول حوشو إحنا نقوله بالعربي حوشو يعني يمشي. نعم. كمان نفس الشيء معنى من حبسة والشين جاي من الآرامية بينما السين هي عربية حبسة والشين هو اللفظ الآرامي سرياني. طيب بس أنت بتقول الوحوش يعني المفترسة. نعم. هل هي لها أصل سرياني؟ أصل سرياني من أصل حواش حواش حبسة بس حبسة وافترسة بعيد المعنى كيف صارت؟ طبعا لا مش بعيد المعنى وإنما غير جذر. افترس جان براس بمعنى الغذاء افترس بمعنى تغذى يعني تغذى بنفسه. جذر آخر لكن معنى مرادف. أنت شو رأيك أبونا شمعون؟ أنا أرى أنه التفسير الأول اللي أعطاه أستاذ لكسنبر أستاذ كريستوف هو أفضل لما قال رحوش يعني بدل واو الأولى راء رحشة رحوش يعني الدواب مثل ما قال الدواب كل ما يدب. صحيح هذا رأيته الأفضل. أيوة أنا أظن هذا أفضل من الثاني حبش. نعم. من حواش وبالأخص لسيما أن كلمة الوحش غير واردة في القرآن. أيوة حشرت يعني إيه لأنه الوحوش ما لها معنى إزاي أنت تحشر الوحوش. لا كل الدواب. أيوة بس الوحوش هنا لو تفهم يعني الحيوانات المفترسة هنا بمعنى العربي الوحوش. نعم أيوة. أما رحوش رحشة رحوش رحشة صح. طيب إذن حشرت حشرت هنا قراءة أخرى حشرت مثل هذيك عطلت. أيوة يعني وي. طيب وإذا البحار سجرت. نعم. سجرت قرأت سجرت السجر تهيج بالنار سجرة تهيج بالنار
هي سريانية الصغار بالشين وموجودة بالعربية طبعا سجرت، ومنها كلمة الشجرة، يعني كان يستعملوا الخشب الشجر الحطب للنار، فصغار شجرة تعني هنا للبحار هاجت اضطربت هنا هم فهموها تهيج بالنار. صحيح، لا مش بالنار وإنما تهيجت، ليس بالنار. أيوة. النار ممكن أن تكون أيضا النار، ولكن بمعنى هيجان البحر، هو سجر البحر هنا يعني أيضا فاضة هاجت المجازي. لازم مجازية هذه. أيوة أيوة أيوة، لأنه هو كتبه تهيج لا ليس بالضرورة تكون بالنار، هاجة. لأنه أستاذ سامي أصلها مثل ما قال شغار، شغار يعني أوقدة. أيوة بالسرياني أوقدة، لما توقد شيء تنطي نار تعمله تشعله. أيوة شغار سرياني هيك. لهذا يقول تهيج بالنار، يعني في مسألة وقود وقت، يعني إيقات إشعال. ممكن معنى المجازي مثلا الغضب، أشجر بينهم العداوة مثلا. أيوة أهاجه 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 هيج. نعم أي هوج هيج هيج. أيوة إذا هنا حلو جدا نكمل. وإذا النفوس زجرت، لا زوجت، المعذرة. وإذا النفوس زوجت هنا الجلالين يفسرها إذا النفوس قرنت بأجسادها. هذا ما رأيته أيضا في الطبري. والجلالين هو اختصار، يعني هو أكثر شيء، لأن ما تقدرش تجيب كل أراء الطبري. الطبري 10 صفحات بحط. نعم. الجلالين فائدته إنه تفسير مختصر. نعم. لآخر درجة. طيب وإذا النفوس زوجت، هل أنت تتفق مع هذا المعنى أم لك اقتراح آخر؟ النقطة على الراء خاطئة، و على الزين، على الزين. تصحيف عربيا تصحيف. أنت تقول يعني النقطة على الزين خطأ. خطأ، هو الراء النقطة على الراء تصبح زين. طيب كانت مكتوبة راء وليس زين. أيوة طيب إذا تقرأ روحت وليس زوجت. روحت بمعنى استراحت، يعني النفوس يعني استراحت استراحت أو يعني لا يعني جعلت تستريح. طبعا روحت يعني وكمان يعني أريحت 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 أريحت. وزوجناهم بعين. أيوة. بحور عين عيون تعني وروحناهم، أي ريحناهم بين العنب، بين أسفل العنب، بين العنب الأبيض. وليس زوجناهم. أستاذنا لوكسمبرغ، خلي العنب على جنب وخلينا على لا، لأنه قراءة زوجناهم واردة مرة أخرى هناك، وليس لها معنى زوج تزويج، إنما ترويح روح بمعنى ريحة على وقت. إحنا يقولوا عندنا بالعربي لما يجي الصبي بنسمي على النبي. تتفق مع أستاذ زبير؟ نعم. لما يجي الصبي بنصلي على النبي. الله يبسطك أبو نشبعون. يعني بتشكروا الرب بي شكرا شكرا الصلاة على النبي. فلما بنيجي على حور العين تكلمنا عن حور العين، قال خلينا على هاي. لكن هناك غلط، يعني زوجت مو مشكلة بالتفكير معك، بس ليس الزواج في الجنة، بس هلا خلينا هون. الله يستر علينا. هنا نفس الشيء أيضا، وإذا النفوس روحت ممكن في الموت تستريح ودخولها الجنة روحت. روحت يعني أيوة. وإذا الموؤودة سئلت، هاي عليها مشكلة الله. وهذه راح تسمح لنا أنه نشرح ما أصل مؤودة.
ممكن أولي أولا أن تشرح لنا ماذا كيف فاهمها المفسرون؟ أيوة أنا أعطيك القراءات المختلفة. أولا شوف القراءات عليها جاء خمس قراءات أخرى مختلفة، خمس قراءات مختلفة: المؤودة، الموتة، المودة، المودة، المؤودة. وهنا سئلت، قرأت سئلت أو سئلت أو سألت. والمؤودة البنت تدفن حية خوف العار أو الحاجة، إشارة عادة إلى عادة وأد البنات عند العرب قبل الإسلام كما تذكرها مصادر الإسلام. وتفسير شيعي يقرأ المودة، المودة وهو من قتل في مودة أهل البيت. فهمت؟ هم فهموها هيك الشيعة يعني. ومن قتل يعني ومن وإذا المودة وهو من مودة وهو من قتل في مودة أهل البيت. هذا تفسير شيعي. بس هلا نيجي عندك، هلا أنت شو تقول أستاذنا؟ أول سؤال، ما هو جذر هذا الفعل؟ وعد كلمة هي فهمت إنها أصلها وعدة. وعدة. فإذا وعدة ويزيد عليها وعد البنات. تمام. وهي جت مرة واحدة. ما معنى وعد البنات؟ وعد يعني إنه يدفن. وعدة يعني دفن. أيوة. هكذا في العربي. مؤودة تعني مؤنث أم جمع عام بمعنى الجمع؟ هذا مؤنث. مفرد. لنفترض مؤنث مفرد. ممكن أن يكون مفرد. جمع سرياني. مفرد. مفرد. فإذا لا على أولا فعل وأدى لا وجود له في اللغة، لا في الفصحى ولا في أي لهجة من اللهجات العربية، لكن أصلها سرياني. وسوف نشرح لكم إن شاء الله ما هو الفعل الأساسي السرياني إن شاء الله. وإحنا نريد يلا فإذا ماذا يتبع بعد سئلت؟ بأي ذنب قتلت؟ فإذا قتلت تشرح لنا ما معنى مأودة. ما هو هنا ما هي وئدت يعني. القرآن يشرح عجلة. لنا ما معنى المؤودة ولنعرف ما معنى يعني مرادف للقتلة. المؤودة يعني هي المدفونة. نعم. المدفونة. لا مش المدفونة بمعنى ولا. القتل وليس الدفن. طب من وين جت هاي؟ كيف انت سويت قتل؟ موجودة بالقرآن. القرآن يشرح لنا بأي ذنب قتلت. يا عزيز قلبي أنا معناته أنه هالفعل له علاقة بالقتل وليس بالدفن. مفهوم. هو ممكن الدفن يكون نتيجة القتل ولكن بالأصل هو القتل. لا هو القتل هو نتيجة الوعد. فإذا اسمحوا لي شوي يعني عبس نتشارى مثل ما يقولوا في عربيا مش ممكن أن نلاقي لها حل إلا بالشعب إلا بالرجوع إلى اللغة الآرامية. طيب يعني وبالأخص الآرامية الشرقية أي البابلية ما تسمى اليوم بالآشورية. طيب أنت شو تقول؟ فإذا الفعل الأساسي سريانيا هو أولا إباذ بمعنى عربيا بادة، وفعل أفعل أو بيذ أباد يبيد. أو بيد الباء تلفظ واو باللهجات البابلية فتصير أود فتصبح مودة. مودة يعني المبادة عربيا. أبادة. أباد المبادة. المبادة مفعول. المباد. المبادة مفروض أن تكون بواو واحدة وليس بواوين. مبادة. طيب هاي بمعنى المقتولة. إذا المبادة يعني مبادة جت عليها قتل الأصل. طيب هلا أبونا شمعون شو رأيك بهذا التفسير؟ لا هذا التفسير يعني منطقي. منطقي منطقي وهيك. نعم الله يوفقنا. طيب هلا نكمل على الآية التاسعة. أنا أتفق معك. لا ما انتهينا معنا سئلت.
أي شو إحنا لسه ما خلصنا؟ لا لا. طيب. أيوة أنت شو على التسؤيلات؟ لا هو ما هو الآية اللي بعدها؟ بعد الموت يعني الموت تسأل يعني يسألونها؟ ما هو في السؤال بعد الموت معلوم أنت يعني ما هو الله بيسأل الناس شو عملوا شو ما عملوا؟ ليس هنا الموضوع عن يوم الدين. هون يتكلم عن إذا المبادون مش سؤالات. أنا شرحت بأنه كل كرسي وضعوا عليه همزة خطأ، لأنه برسم بالخط الحجازي والكوفي ليس هناك أي كرسي للهمزة، فمفروض أن يكون حرف آخر ما عدا الهمزة. فهو فعلا كلامك سليم لأنه بالكوفي هكذا. نعم، فإذا لا تقرأ سؤالات، وإن مفروض أن نضع نقطة تحتها فتصبح سبلت. سبين سريانيا تعني حمله العذاب، عذبه، أذاقه عذابه. سبين وليس سبلت. سبلت عذبت. عذبت نعم. أيوة يعني هي خطأ. على فكرة في ناس قالوا لي احذف الخط الكوفي من هاي عشان يكون الخط أوسع، بس بيساعدنا الخط الكوفي، انت رأيك ايه أستاذنا؟ لا بيساعد 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 جدا. خلي. مهم 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 أن يبقى. خلاص بنخلي مشان وانت شوف حتى بالكوفي هو اجتهادي بطبيعة الحال يعني، لأني أنا اللي عملت الكوفي. تعرف أستاذنا السعوديين كان عايزين يعملوا قرآن بالكوفي، عملوا لجنة 10 سنين اشتغلت، النتيجة صفر. النتيجة صفر. أنا قلت أنا أعمل كوفي، طلبت واحد يعمل لي برنامج خط الكوفي، عمل لي الخط الكوفي بلا نقط، بيومين عملته. بيومين. هذاك 10 سنين عملوا لجنة، رئيس لجنة، نائب رئيس لجنة، والنتيجة صفر مربع مكعب. وأنا في يومين عملتها. على كل حال هنا في الرسم الكوفي صحيح المودة مودي. أيوة فهمت. هنا أيوة هذا وهو موجودة في القراءة المختلفة. صحيح. شفت هذه المودة هنا موجودة مودة. فإذا هذا يعني لغويا دليل على أن هذه اللغة أصلها من الآرامية البابلية، يعني في بلاد من بلاد ما بين النهرين ولا علاقة لها بمكة. طيب منيح. هلا بأي ذنب قتلت؟ بس ما علاقة إذن هذه الجملة إذا غيرنا كلمة سئلت بعذبت؟ بأي ذنب قتلت؟ أرجوكم اقطعوا خط التلفون. أيوه اقطعوا خطوط التلفون ولا بعدين نتغلب. طيب بأي ذنب قتلت؟ لأنه إذا سئلت واضح بأي ذنب قتلت، بس إذا أنت غيرت لنا كلمة سئلت بعذبت بأي ذنب قتلت؟ هذا سؤال لا يعني أنه سؤال، يعني لنفترض أنه الكاتب يسأل، هو الذي يسأل بأي بدون فعل سأله. فهمت. ما عندي مشكلة الآن. أنا أرفع المشكلة. وإذا الصحف نشرت، أعطيك القراءات، نشرت فهمت هناك قراءة نشرت لأنه كنت الحاصله نشرت. أيوة ما كيف تفهم وإذا الصحف نشرت؟ نعم كما شرع الطبري صحيح. بالصحف هي الكتب المسجل فيها أعمال الناس البشر. الناس طبعا نشرت يعني أعلنت، نشرت فتحت أعلنت. لا فتحوها يعني نشرة. احنا بنقول نشرة الأخبار يعني النشرة حاليا صحيح، لكن نشرة ممكن أن تعني أيضا نشرة الثياب فتحها.
نشر الثياب، أيوة يعني حط على الحبل، أيوة يعني فتحها، بمعنى فتحها، أظهرها للناس. فهل إحنا نفهمها أعلنت ولا بشو؟ نعم أعلنت. طيب وإذا السماء كشطت؟ لا أيوة لا. لا أفضل، لا مش أعلنت، فتحت. فتحت كما يفتح الكتاب يعني، فتحت. ما هو أنا لهيك بيقولوا يوم النشر، يعني يوم تفتح القبور يعني بتصير. هذا السمي يعني حسب كل، يعني مش الفعل له عدة معاني وحسب استعماله ممكن يكون له غير معنى، لكن هنا بالنسبة للصحف تنشر يعني تفتح، مش طيب. معنى الانتشار في السبل هي اللي بنعرفها اليوم نشرة الأخبار. احنا طيب وإذا السماء كشطت، كشطت فهمت أزيلت. أزيلت نعم صحيح، لكن نشرعها حال الآن. كشطت يشرحونها أيضا بمعنى طويت. ليش؟ لأنه السماء يعبر عنها، أو السماء حسب أفرام السرياني، معنى أفرام السرياني من القرن الرابع، هناك ستار يفصل بين السماء الدنيا والعليا، يعني السماء هناك ستار سدرة، وموجودة في سورة سورة النجم. أنا بجد لك إياها، أنا بجد لك إياها وين وجدت. كشطة يا سيدي، لا هي جت مرة واحدة كشطة. نعم كشطة بمعنى بمعنى واحدة في القرآن. أزاحة أزال صحيح، لكن بلفة أزال كيف؟ طوى، بمعنى طوى. بدي أحكي لك أستاذنا الفاضل. نعم. إحنا نقول عندنا في بلادنا كشط الحليب، القشطة. نعم. وجه الحليب. نعم صحيح. وجه الحليب. نعم. أيوة. قشطوا معناته يعني الطبقة العليا أزيلت. صحيح هذا صحيح. قشطوا. وإذا السماء، هنا ممكن يجتمع مع كلام إفرام السرياني، هذا يعني قشطة معناته أزيلة. نعم صحيح، لكن هناك نشيد سرياني وشماية دالعلمينان متكرخة، يعني تلف تلف كمجلة مجلتة كالمجلة، والمجلة تعني الملفوفة. بس هنا احنا هنبقى على كلمة كشطت، أنت تقول أزيلت، يعني النتيجة هي أزيلت لكن بلفها، يعني الستار يلف طبعا يزال، يعني هو تقريبا صحيح بمعنى طوى. لا لا بس هي بالنتيجة هي الأزالة صحيح. القشطة لا تعني لوى، تعني الطبقة العليا تزال، قشط الحليب يعني أزال صحيح. القشطة صحيح، لكن هو الستار الأعلى صحيح، لكن تمام. بالنسبة للسماء الستار اللي يحجب السماء هو هذا الستار، يعني يزال الستار بالنتيجة. نعم نكمل. وإذا الجحيم سعرت، هي قرأت سعرت، سعرت مش سعرت، أيوة هي تفهم عامة سعرت بمعنى، يعني أنا مش كاتبها هون لأن اعتبرتها مفهومة، يعني تم تحميتها صحيح، يعني أوقدت. أيوة أوقدت، يعني إحنا نقول سعير، السعير سعير صحيح بمعنى السعير، سعرت يعني هنا بمعنى أضرمت، أضرمت أو أوقدت، أضرمت 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 منيح. وإذا الجنة أزلفت كيف يشرحون أزلفت؟ أيوة أنا أعرف أنه عندك مشكلة مع هاي الكلمة.
أنا لا مش أنا... مشكلة وإنما حل. منيح يا عندنا حل المشكلة. لا أنت بتجد لنا مشكلة وبتحلها أنت إن شاء الله فقط بعونه تعالى، نحن ما ندعي إن شاء الله. هنا فهمت أستاذنا الفاضل قرب وأدنى، قرب وأدنى لا علاقة لها بالقرب ولا بالدنو. يلا طيب أنت شو فهمتها يا سيدي؟ أيوة هل الجنة فيها ظلام أم نور؟ ما كنت في الجنة، أنا مش راي على الجنة أصلا عامة، يعني كيف واحد يتخيل الجنة؟ لا ما بسأل عنها. طيب إذا أنت وإذا الجنة أزلفت يعني شو أنت شو تفهمها إذن؟ تلألأت تلألأت. ليش يا سيدي؟ أن التعبير السرياني زليقة تعني زليق 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 بمعنى تلألأ أضاء لمع. زلقت. بس هي بالفاء مش بالقاء، أنت يعني هتقول لنا لا النقطة. هذه خطأ حصل في المرحلة الرابعة بالنسبة للفاء، علينا أن نضيف نقطة ثانية على الفاء لتصبح قاف وتقرأ أزلقت, أزلقت وليس أزلفت. وتعني؟ وتعني تلألأت. لا 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 أت. لا 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 ضاءت أنارت لا. أنارت أنارت. طيب يلا ما عندي مشكلة تلألأت. نعم لأنه أنا بعرف أنك أنت تعرضت لهذه الكلمة في آيات أخرى، بس إحنا مش هندخل فيها لما يجي الصبي منصلي على النبي. طيب علمت نفس من ما أحضرت، هذا أنا ما عندي عليها كلام. أحضر الترجمة للسريانية عتيد تعني أحضر وتعني أعد طبعا في حياتها الدنيا في أعمالها. شو حضرت لآخرتك نحن منقول. نعم نفس ما حضر. فلا 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 أقص فلا أقسم بالخنس. هنا عامة بيعتبروا هناك خطأ عامة، يعني إيش فلا أقسم مش فلا أقسم، هذه الألف اعتبر زيادة عمل. صحيح هذه كتابة كاملة لله. صحيح أنه عندما يربطوا يعني يوصلوا اللام بالكلمة اللي بعدها لا يكتبوا الألف، لكن ممكن فصلها وكتبتها بالألف لا تعني هنا لا تعني لا، وإنما للتقوية للتوكيد وتقرأ لا أقسم وليس لا أقسم. يعني فلا تعني أؤكد. نعم أؤكد فلا, فلا. لا تأتي هنا بمعنى النفي. أؤكد أؤكد أيوة أنت لاحظ أؤكد أؤكد أيوة. أنا هذه أنا وضعت هنا هذه العلامة، يعني إحنا انتقلنا لموضوع آخر. فلا وأنا وضعت علامة التعجب بعد فلا أؤكد. أقسم بالخنس. الخنس الخنس فهمت يا أستاذنا بمعنى الكواكب التي تختفي. هذا ما يشرحه الطبري، لكن أنا لم أجد لها حل سريانيا، وأعتبر أن هذا التعبير مما يسموه إعجاز القرآن. يعني عجز البشر لحل هذه الكلمة. هناك طيب لا حل لهذه الكلمة، لا حل لهذه الكلمة. طيب لا حل لا حل لهذه الكلمة بالخنس. فلا أقسم بالخنس. نأخذ الشاعرة العربية الخنساء، ماذا تعني؟ لم أفكر بهذه الخنساء، يعني ربما إنها إلى علاقة بهذه الكلمة خنساء. علينا أن نفحص الموضوع أولا ما معنى الخنساء. أيوة الأخنس أعتقد أنه تعني الأنف المنخفض يسموه الأخنس. طيب يعني هيك. طيب هشوف لك كم مرة جاءت هذا الفعل. أيوة هنا جاءت هذه الكلمة مرتين.
يعني من أصل الفعل من شر الوسواس الخناس. هذه قراءة خاطئة حصلت بالتنقيط المرحلة الرابعة. أيوة، وإيش كانت؟ مفروض تقرأ يعني ما هي مهمة الشيطان بالنسبة للبشر. أيوة، بس ما هو هدفه، هدف الشيطان؟ أستاذ الفاضل، خلينا هاي لما نصل لها، لأن هذه لكن في آخر... هناك الخناس غلط، لا علاقة، لكن هناك لا حل. لأنه الشيطان يحاول أن يتصيد، يصطاد، يعني يجعلهم يوقع البشر في الفخ، في فخ بتاعه. أيوة أيوة أيوة. فتقرأ الحباس وليش الخناس، الصياد يعني. بس وهل هي لها علاقة بالكناس؟ يعني لا، الكناس سريانيا الفعل معروف وموجودة بالعربي، كنسة تعني جمع، ومن الكنيسة. أيوة، الكنيسة، الجامع، الكنيسة، الكنيسة والكنيسة، نفس الأصل. أيوة، لكن سريانيا بالشين، كنيس، الشين، بالشين يعني. كنش. أيوة، كنش. هلا فلا، إذن بالخنسي، أقسم بالخنسي، لا حل لهذه الكلمة، غير مفهومة. لا، ولا الجوار، جوار ما عندنا، ولا الجوار. كيف يعني؟ الجار يجري، يعتبروها تعابير تدل على الكواكب. أنا لا أقدر أن أؤكد هذا الشرح. طيب، سريانيا لا حل لها. طيب، هلا الجواري الكنس، هنا مشكلة يا ربي. هنا الجواري النجوم التي تجري في السماء، هكذا فهمت. الكنس التي تختفي أحيانا في مدارها، هكذا فهمت. المجتمعة، أنت شو رأيك أستاذ؟ لا، المجتمع من كنس، الكنس يعني المجتمعة التي تجتمع، المجموعة، المجتمعة. ما احنا بنقول المجموعة، الكوكبي، مجموعة الكواكب. ممكن يعني هذا المعنى، لأنه كنيش سريانية مفهومة بمعنى الجمع. الجوار هي الكواكب المجتمعة، ممكن. أيوة، التي تجري، بمعنى يستعملها أيضا للسفن، يعني للفلك. جواري استعمل كصفة للفلك. هي لها معنيين، الجواري تعني الجاري يعني العبد، أو تعني أيضا القارب تجري في البحر. نعم، تجري معنى جرى، يجري، سارة، يسير بالفعل يعني السيارة، ممكن تقول السيارة. طيب، هذا مش مشكلة، إذا احنا هذه ليس مش يعني ما عندناش مشكلة فيها. هلا الآية 59، عسعس والليل إذا عسعس. عسعس هنا فهمت بأقبل بظلامه. أعتقد أنه هذا الشرح عربي، لأنه غير موجود بالسريانية. أيوة، ومن عربيا العسس يعني حارس الليل، أعتقد أن يعتبر العسس حارس الليل. في عندنا بالسرياني عساسة، عساس يعني هزل. له غير معنى. نعم، الليل إذا عسعس، يعني إذا أنت شدول أبو نشمعون، هي يعني أقول يمكن عساسة بالسرياني موجود، يعني هزل، صار هزيلا، صار ضعيفا. والليل إذا عسعس، ما علاقة بالضعف هنا؟ يعني بهت نوره، ظلامه، ضعف ظلامه. ممكن ما يعني اقتراح. هنا الطبري يذكر أيضا أنه بقلب الكلمة أن العربي استعمله سعسع بدل عسعس، بمعنى بنفس المعنى. هو يقول سعسع، لا، يشرح بمعنى نهاية الليل، لكن ما أعتقد تعني نهاية الليل. أيوة، يعني ظلام الليل. أيوة،
أنا أشوف ده هذه الكلمة جاءت في آيات أخرى فقط بشان هي رباعي عسعس جاءت فقط مرة واحدة. لا لأنه الأصل عس لأنه إعادة الحرفين هذه موجودة في اللغات السامية عسعس يعني الأصل هو عسى. عسى صح صح. هلا نمر الآية 18 والصبح إذا تنفس تنفس هنا سكين أنا عندي ما عنديش مشكلة لا تنفس تنفس تعني هنا عربيا موجود بالسرياني فايش بمعنى انفرج 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 هيك بالسرياني نعم بهالمعنى او هو مجازي انفرج طبعا بالمعنى مجاز تنفس انفرج مجازيا بالمجازي مجازي طبعا. مجازي اوكي انفرج مجازي حلو جدا. طيب نكمل مشان نعرف نخلص هذه الآيات هذه الصورة. إنه لقول إنه لقول أيوة المعذرة المعذرة هو قاعد بسجل. إنه لقول رسول كريم كريم نعم أيوة هذه قاعد بسجل الكمبيوتر قاعد بسجل مو مشكلة صبركم صبركم لأنه النص طويل جدا النص هذا 1187 صفحة بالأسلوب هذا لأنه احنا حاولنا نقرب الآيات نعمل قليل على بعض نفس الآية كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين أيوة. أنا ما عندي كارن عرشك يا الله أبد الظهور وسولجان ملكك سولجان استقامة في المزامير أيوة ذو قوة العرش المكين المكين يعني المتمكن الشديد صحيح المكين الثابت الثابت يعني ما عندنا معها مشكلة لا. أيوة هل الآية 21 مطاع ثم أمين ثم أمين كتبت ثم بالهاء قراءة مختلفة هنا في القرآن ثم مطاع ثم أمين لكن قرأت ثم أيضا هل عندك ملاحظة على هذه الكلمة يا سيدي؟ هي بالسريانية الشرقية يعني حتى في المندائية توم توم أو أيضا وبالسريانية الكلاسيكية الكتابية توف بالباء ولا تلفظ ف باء وبالمندائية بالميم توم فإذا العربية مأخوذة من اللفظ الآرامي البابلي توم طيب وليس ثم طيب بس بالعربية ثم تم موجود أيضا بالسريانية ثم بمعنى هناك لكن مش ثم 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 هو صحيح طيب وما صاحبكم بمجنون أنا ما عندي مشكلة معها عندك مشكلة واضحة لا واضحة ولقد رآه بالأفق المبين أنا ما عندي مبين ما عندي مشكلة معها عندك مشكلة معها لا ما هو أصل أفق أها وقعنا الأفق أوريزو ليش اسمه ما هو أصله باللغة العربية أفق أفق ما معنى أفق توقعتنا بالمشكلة إحنا دارين يلا أنت شو تقول عندنا هنا يعني سريانيا بالأصل الأفق الأوريزون يعني عادة ما يحيط المحيط بالأرض مثلا الحدود مثلا حدود الأرض هذا يسموه الأفق لماذا لأنه سريانيا الهمزة تخفيف العين السريانية عفاق معناته عبط وأحاط أصبحت أفق وعفق
أصبحت الأفق بالعربي، معناته ما يحيط بي. أنت قلت شو أفاق؟ أفاق بالعين. بس بتعرف سريانيا عفق أصبحت العين همزة فأصبحت أفق، يعني الهمزة بالعربي مأخوذة من العين، يعني تخفيف العين السرياني. وهذا أيضا لفظ سرياني شرقي بابلي، بلاد ما بين النهرين. أيوة. وليس بلهجة مكة أو قريش. نعم، حلو جدا. إذا أنت تفهمها المحيط. المحيط طبعا الأفق، المحيط الأفق السرياني. السرياني سرياني المحيط. يعني ممكن تفهمها بمعنى الحدود، المحيط يعني يظهر لنا كحدود ونسميه أفق. أبونا شمعون شو بتقول؟ أنت قاعد بتململ. شوف إذا لا إذا كان عين عبقى عبق ما أعرف، بس أبقى نحن نستعملها أبقى أيضا للأفق. أبقى ما هو معنى التخفيف صحيح؟ يعني وليد الله اللي يبين يعني هيك يعني صحيح. أيوة أبقى. طيب وما هو على الغيب بضنين؟ 63 قراءة شيعية بضنين. أي نعم، هذا ما يشرحه الطبري أيضا. أي متهم. وضنين فهمت بمعنى بخيل. لا، أنا أعتقد لها المعنى العربي الظن، يعني مش متأكد من الشيء، يعني بالتخمين، يخمن تخمين. طيب أنت تعرف أستاذنا الفاضل اعتبرت على الغيب، وما هو على الغيب لأنه ما لوش معنى، اعتبرت خطأ ويجب أن تقرأ بالغيب بضنين. وما هو بالغيب بضنين؟ لا، ممكن جدا أن تقول على الغيب، يعني غير مطلع على الغيب، هل معنى يقال اطلع على وليس اطلع بي؟ إيه ما هو ما هو يعني إيه ما هو إذا فهمت، أي داعي لنقرأ القراءة هنا بالغيب لأنه على صحيحة، لأنه إذا فهمت بمعنى بخيل يعني ما هو بالغيب بخيل. لا لا لا، ما له علاقة بالبخل، ظن يدوس العربي مفهومة، وهو أنا خمن تخمين، يعني غيب بدون التأكيد، يعني أظن أعتقد. بضنين. تغير. أيوة ظن. ظن يعني لا يتخيل الغيب، لأنه الغيب يأتي من ربنا يعطي علم الغيب، يعني علم الغيب مش هو اللي بتخيله، فالمعنى لا يتخيل بضنين يعني ظن. لأنه ضنين فعلا هناك قراءة شيعية بضنين. لا يظن. عندنا آية في القرآن تقول والظن لا يغني عن الحق. أيوة طيب منيح، خلينا هلا هنا الشيعة يقرأوها بضنين أي متهم. لا يا أخي، عندنا يعني الغيب تعني الأشياء الإنسان اللي ما يشوفها تكون يسميها الغيب، يعني علمها فقط عند الله، هو اللي يعطينا علم الغيب. هل بالسرياني ممكن نفهم بضنين بمعنى متهم؟ لا، لأنه هنا كلمة مش سريانية بقى. طينانة لا، مش السرياني ما لها المعنى، ما هو كلمة عربية هنا. أستاذنا الفاضل، إحنا نقول يعني إنه متهم يعني يظن أنه مجرم بهذا المعنى، متهم يظن لا. أنه بظنين يعني أنه يظن أنه هو الذي اقترف الجريمة فيصير متهم. فأنا مش فاهم، أي متهم بالغيب فماذا تعني هنا؟ لا مش معقول هذا المفهوم. على كل هم الشيعة يقولوني أنا ما دخلني، ناقل الكفر ليس بكافة. وما هو بقول شيطان رجيم هنا؟ مش هو الشيطان يلي بيلهم هالأشياء بهالمعنى، ولذا هو علم الغيب فقط ربنا يلي يعطي علم الغيب، وليس هو اللي يتخيل من الشيطان بقول من الشيطان. طيب هلا رجيم، انا اوضح لك شو كتبت عندي.
نجد كلمة رجيم بالعبرية بمعنى عقاب، كعقاب. ويظن البعض أن الكلمة قد تكون من اللغة الحبشية والذي تعني لعنة، فيكون معنى العبارة شيطان لعين. صحيح، لعين صحيح، رجيم أو منبوذ من نبذة. رجيم، رجيم يعني منبوذ. أيوة حلو جدا، منبوذ من منبوذ. هذا هذا هو تفسير جيفري وهذا بوني إيمار. أستاذ الفاضل، أنا بعثت لك البارح عدد من المخطوطات. لسه صحيح وصلني، لكن لسه ما صار لي مجال لأقرأ. لا أكيد طبعا يهمني الموضوع. بس لأني أنا بعثت لك أستاذنا نصوص قرآنية قديمة من 1900 وفيها الحركات. شوف كويس كويس. وليس وأيضا فليجل القرآن تاعه فيه حركات. من أي من أي قرن تقريبا؟ ألف 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 وثمانمية وأربعة وثلاثين. يعني من القرن التاسع. أيوة التاسع عشر. التاسع عشر. أيوة فليجل. القرآن تاع فليجل. وفي قرائن أخرى، وفي قرائن أخرى أنا بعثت لك إياهم قديمة من 1900 ومثل هيك فيها الحركات. أوكي طيب، يعني متأخرة. ايوه، لانه انا قدرت ممكن ان يكون القرن العاشر الميلادي، لكن ليش التاسع عشر؟ ايوه لا يعني هذا اللي عندي، لان انت كنت تقول الحركات موجوده فقط في القران. لا مش فقط، لا نعرفها نحن، يعني لم اجد لحد الان مخطوط قديم بالحركات. لا نجدها طبعا في طبعه القاهره، لكن لم ادعي بان طبعه القاهره ابتدعت هذه الحركات. يعني هيك انا بعثت لك مخطوطات من القرن التاسع عشر فيها الحركات. طيب أنا التاسع عشر متأخرة، يعني هذا الموجود، لأن وبعثت لك مخطوطات فيها حركات مختلفة عن حركاتنا. طيب كويس، مخطوطات مخطوطات، أجزاء من مخطوطات أنا وجدتهم نقلتهم عندي. وبعثت لك كمان القرآن تاع تركيا هذا القصر. أيوة بعثت لك إياه. هذا كويس، لأنه حد الآن ما حصلت عليه. لا أنا بعد تلكية. عظيم عظيم، شكرا جزيلا. أنا بعد تلكية يعني على كل، إذا محتاج شيء ممكن نتفاهم، ما في مشكلة نبعثهم بطيبة خاطر. بطيبة خاطر. هل 27 إن هو إلا ذكر للعالمين. للعالمين. أيوة أنا ما عنديش ملاحظة، اللي عندك ملاحظة؟ لا، هو الإن، إن هو إلا يعني بالأخص يستعملوها بالعبري إن بمعنى لا، بمعنى النفي، بينما سوريانية لا تستعمل بمعنى النفي إن تعني، لكن إن لها عدة معاني ومن جملتها النفي. أو إن هو بالتأكيد هنا، يعني ليس هو إلا سيرت إلي الماء. ما لا لا، مش بمعنى إن، لا لا، بمعنى ما هو إلا إن. نعم، مش بمعنى إن العربي المفهومة بالعربي بالتوكيد، إن لا علاقة له بالتوكيد، لا لا، هنا النفي. إن هو إلا، فإذا زائد ما هو إلا، ما هو إن، ما هو ما هو إلا ذكر العالمين، ما هو المنيح. أيوة ألا الآية، الآية اللي بعدها، وإحنا نقول تقريبا قربنا، إحنا نكون قربنا لمن شاء منكم أن يستقيم. 66 66 شو يقول؟ عندي الآية هاي، هاي مو مشكلة، هاي مالناش، مالناش دخل فيها، مالناش دخل فيها، احنا نكمل هنا. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيوة هذا ما احنا ما عنديش تعليقات على هذه الايه، انت عندك عليها تعليقات استاذه؟ لا، لانه عربيا مفهومه صح. ايوه، ان يستقيم اي ان يمشي على الصراط المستقيم. ايوه 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 منيح. هنا نكون قد انتهينا من سوره التكوير.
سنكمل بصورة الأعلى، لكن دقيقة واحدة. ممكن فقط لنشرح يعني الكتابة الخاطئة لكور أو التكوير. أيوة. هناك تعبير آخر، يكور النهار على النهار ويكور النهار على الليل. طيب أنا أشوف لك الفعل هذا. أنا أشوف لك الفعل هذا. كور منيح. لام ميم نون. كور عندي هنا أستاذي الفاضل، لأن حبعت لك الرابط تاع هذا الموقع لأنه ممتاز بمصادر. هنا جاءت في 3 آيات أستاذي الفاضل. خلق السماوات بالأرض والأرض بالحق، يكور الليل على النهار، وفي آية أخرى ويكور النهار على الليل، في آية بعد ذلك، وإذا الشمس كورت. أيوة. فإذن الأخطاء، يعني الأخطاء بالرسم، حصلت بالرسم في المرحلة الثانية. أي فإذا كورت، مفروض أن نستبدل الواو بالدال لتصبح كدرت. أما بالنسبة كدرت، نعم، يعني احنا كتبنا هكذا، نورها صافن، يعني ضعف نورها أو اتمحلت. نعم. هذا أما كورت فيما يكوروا. أيوة. ما معنى يكور الليل على النهار والله على النهار؟ حدا من يستعمل هذا الفعل اليوم؟ ما معنى يكور؟ مفهوم طبعا من النص. طيب يعني يجعل بمعنى يتبع أتبع. أيوة يقوى. طيب هلا أنا لا اسمحوا لي شوي. فضل. أين حصل هنا الخطأ بالنقل؟ بالواو طبعا، لكن لا تستبدل الواو هنا بالدال وإنما بالراء. يكرر طبعا، وفعل عربي مفهوم، الكرر نستعملها حتى اليوم. أنا لا أفهم من كتب، يعني الناسخ ما فهم الكلمة يكرر، يحط يكور. فإذا من ال يعني تعني يتبع الليل طبعا، يتبع الليل بالنهار ويتبع النهار بالليل. نعم. فإذا فين الخطأ جاء؟ كرر مش كورة، مستحيل تكون كورة. بس كرر لا تعني يتبع أستاذنا. كرر أعادة. أوكي. يعني أقرب للفهم من كورة. كورة ما هذا المعنى؟ لما نصل لها نتكلم بها. الآن إحنا صورة، أتوقف دقيقة واحدة، خليكم معي. أنتم مستعدين أن نروح على سورة الأعلى وهي 19 آية؟ لسه ما قرد، على كل حال ممكن. أنهينا إحنا السورة التكوير، أنهيناها. الآن نتوقف عن سورة التكوير ونذهب إلى سورة الأعلى. أتوقف دقيقة واحدة، ابقوا معي.